تكلمنا في ليلة سابقة عن بعض الشأن في هذه الآية المباركة، والآن نتكلم عن بعض الشأن الآخر في هذه الآية المباركة. وملوك هؤلاء أناس انحرفوا عن طريق الطاعة، وكانوا بالإضافة إلى كفرهم بالله وعبادتهم للوثن انحرفوا انحرافا جنسيا. يعني ماذا انحرافا جنسيا؟ يعني اكتفى الرجال بالرجال واكتفت النساء بالنساء في الأعمال الجنسية. وفوق هذا أنهم كانوا يقطعون السبيل، يعني أن بلادهم بلاد ممر. قبل وقوعهم في هذه الأخطاء وفي هذه الأعمال بلادهم ممر القوافل. لنفرض أن الكويت ممر بين العراق وبين السعودية، وترون في أيام الحج قوافل من الحجاج من العراق يمرون من على الكويت إلى تلك الديار المقدسة، أرام الشامات والحجاز. ممرهم من هؤلاء القوم ومن هذه البلاد، لأن قرى سدوم واقعة بين الشامات وبين الحجاز. فهؤلاء انحرفوا انحرافا جنسيا، حتى أنه إذا مر بهم رجل عملوا معه الفاحشة بالقوة، وإذا مرت بهم امرأة عملت نساؤهم معها الفاحشة. يعني المساحقة عبارة عن أن تلصق المرأة جسدها بالمرأة الأخرى حتى تصل إلى غاية اللذة والشهوة والإمناء. هذا العمل حرام، حتى أنه لا يحق بالشريعة الإسلامية أن امرأتين عاريتين تنامان تحت فرش ولحاف واحد. وإذا وجدت امرأتان نامتا تحت لحاف واحد أزرتا، يعني أن الحاكم الإسلامي يجلد كل واحدة منهما سياط. وكذلك لا يحق للولد أو للرجل أن ينام عاريا مع رجل آخر أو مع ولد آخر تحت لحاف واحد، ولم لا يعملان شيئا أبدا. أما إذا عمل فذلك أمر عظيم ومعصية عظمى. لا، بس مجرد النوم عاريا تحت لحاف واحد يوجب عليهما التعزير، يعني أن الحاكم الإسلامي يضرب كل واحد من هذين الولدين أو الرجلين سياقا حسب التقدير الإسلامي. وهذا الشيء مذكور في كتاب الحدود. هناك في الفقه الإسلامي كتاب يسمى بكتاب الحدود، مذكور فيه الحدود والعقوبات على الجرائم. أمور أصبحوا هكذا، كل إنسان يمر عليهم ولو رجل أخذوا
kulluğunda ve amelleri de var. Koşulduğu için. Yani da bu Kur'an-ı Hakim Allah'ın yukatıbı ol yakulla tahtahuna s-sabîn. Yani s-sabîn lil-nâtu kadîr lil-nâtu makana s-sahramu ahillâ qahrum. Ve kemâ te'alemûn ki zâlikel yevmâku hudûd ve kemârik ve cevâzât ve mâ aşbâ. Fırnâs yamurrûna fe'annâhâ bilâr. فَإِذَا مَرُّوا الرِّجَالُ يَقْتَلُونَ بِالرِّجَالِ الْفَاجِرِينَ وَالنِّسَاءُ يَقْتَلِينَ بِالنِّسَاءِ الْفَاجِرَاتِ لُوط الوحيد الذي يدعوهم إلى الاعتقاد بالله وإلى الطهارة وأخيرا قرروا ما يحكيه القرآن الحكيم في آية أخرى قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون يعني لوط وابنه وبنته ومن معه أخرجوهم من بلادكم لأن هؤلاء أناس يتطهرون وهم أناس طاهرون من هذه الأعمال فإذا هم مراضين على أعمالكم فأخرجوهم من قريتكم انتهت مدة عفو الله عنهم لأن الله يصبر ويصبر 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 ثم يأخذ كلما دعاهم لوط إلى الله لم يقبل وذات مرة في قصة طويلة يوجزها ذات مرة الله سبحانه وتعالى أرسل ثلاثة من الملائكة وهم جبرائيل وملكان آخران معه لأجل إنزال العذاب بقوم لوط. هؤلاء الشباب الثلاثة خرجوا بصورة الشباب في غاية الروعة والجمال. الملائكة إذا تصور بشكل بشر كما يذكر الروايات الواردة عن الأئمة الطاهرين عليهم الصلاة والسلام يكون بصورة جميلة رائعة. ذات بصورة جميلة رائعة بالجمال جاءوا يريدون السدوم قالوا لوط ومدينة لوط. هذول وقت العصر كان الوقت كان وقت العصر لما جاءوا هؤلاء والفلاحون يشتغلون في البساتين وإذا فلاح نظر شباب جميلين إلى غاية الدرجة وضع إصبعيه في أذنيه وصاح أيها الفلاحون تعالوا لماذا؟ لعمل فاحش لهؤلاء. التفت الفلاحون حولهم وقالوا في مزارعهم يشتغلون كما في التفاسير والروايات. سألوا من أنتم؟ قالوا إنا جماعة بلوط نريد رجلا في البلد يسمى لوطا. هم يعرفون لكن هذا كان اسلوب التعذيب او الذي قرره الله على هؤلاء. انتم من؟ قالوا ان نحن ثلاثه من الشباب ضيوف نريد النور لنستضيف بالليل عنده. فذهبوا لخالد ان ندلكم على قول على بيت نور فاخذوا يمشون معهم ويفكرون في كيفيه احتفاظ هؤلاء الشباب الثلاثه. الشباب ملائكه واقعا احدهم جبرائيل وآخران معاونان الله معه دار الله تعالى. أما هؤلاء ظنوهم شبابا ضيوفا عاديين فتجمعوا وكلما تحرك الموكب كبر الناس. لنفرض أنه مثلا والعياذ بالله إذا أخذوا سارق أو قاتل شوف كلما يمر السارق والقاتل نادر بجمعوا أكثر وأكثر حتى وصلوا إلى بيت لوط. لوط في البيت شطر الغوضاء على داره غوضاء هائل فتح الباب ماذا يريدون هؤلاء وإذا ثلاثة من الشبان الجميلين ووراءهم جيش كثيف من هؤلاء الفرقة. لوط توجه إليهم بالشباب ماذا تريدون وهو لا يعرفهم ماذا تريدون؟ قالوا نحن ضيوف عندك. قال هؤلاء كيف جئتم إلى هذا البلد؟ هؤلاء قوم فاسقون ألم تعلموا ذلك؟ قالوا على كل نحن جايين عندكم. لوط قال تفضل. هو
cemaat yediruhu. Apa yang kata Tuhan? Nabi Jibril kawi, kemudian Nabi Jibril kawi, kemudian Nabi Nuh kawi, syakun adi. Kau ya jorong, walu ya jorong. Lu ya jorong, atta ya apihan ijara, hidayse. Wal jamaah ya jorongahum hatta ya tatifuhum li'amal al-fahishat wal-fisq. بعد ذلك نوح توجه إليهم هؤلاء بناتيهن أطهر لكم كما في القرآن الحكيم هذه آية القرآن هؤلاء بناتيهن أطهر لكم أنتوا لماذا منحرفون ولماذا تستعملون شعور الجنسي بدلا عن اتخاذ الزوجات البنات أطهر وثم نأتي إلى كلمة أطهر والتعليق على هذه الكلمة ليدل تعالى بعد انتهاء هذه القصة قال هؤلاء بنات ولم يقصد بناته الشخصية لأن بناته الشخصية فقط له بنتان وبنتان هل تكفي ألفا من الرجال؟ لا بناتي مثل ما يقول الأمير أولادي أي كبير البدت من عالم كبير أو من أمير كبير أو من شخصية كبيرة يخاطب رجال البلد يا أولادي يا إخواني ويخاطب نساء البلد يا أخواتي ويا بناتي وأحيانا إذا أراد التواضع أكبر فأكبر يخاطبهم يا أعمامي يخاطب الكبار يعني كبار السن يا أعمامي يا آبائي وهو تعبير فقال لهم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم ولماذا تعملون هذه الفاحشة؟ لوط يجرهم من الداخل وهؤلاء يجرونهم ليستقطبوهم ولوط اضطرب اضطرابا كثيرا وقال لهؤلاء الملوك لماذا جئتم؟ لماذا ما أخبرتم؟ وإذا جبرائيل يقول للوط في أذنه يا لوط إنا رسل ربك إحنا ملائكة مو بشر عاديين بمجرد أن قال جبرائيل للوط هذه الكلمة تغير وجه لوط مو تغيرا بالفرح وإنما تغيرا بالحزن لأنه عذاب لأن الملائكة لا ينزل في هكذا أقوام إلا لأجل عذاب تغير وجه لوط وقال لهم بهدوء وبالنجوى في آذانهم ومتى العذاب؟ قالوا العذاب بالصبح لأن الآن كان وقت المغرب قلنا أنهم جاءوا أخيرا يعني في أخير النهار والقوم يشتغلون في مزارعهم قالوا أن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب؟ يعني أن آخر عذابهم إلى الصبح لعلهم إذا شعروا بمجيء الملائكة يتوبون إلى الحد يعني يأتي الملائكة ولعلهم يتوبون إلى الصلاة ولهذا أضع أخر العذاب عنه إلى الصلاة لكن هذول ما ظنوا أن هؤلاء الملائكة وإنما ظنهم شباب لوط عرف الموضوع وهم ما عرفوا لما ما عرفوا وتجمعوا على هؤلاء لاستقاطهم وإذا جبرائيل يشير بيده إليهم وكلهم في نفس اللحظة تعملون كلهم إجماعا وليقع رهبة عجيبة في قلوبهم وأعوذ يرتدون والعياذ بالله أفرض فالإنسان في الشارع يمشي وإذا به فجأة تعمى عينه أشريط يقال وإذا هذول ما كانوا واحد ولا عشرة ولا عشرون لعله ألوف قالوا كما في التواريخ والتفاسير لأن تجمعوا تجمعوا كبيرا هذول فالمرة عميت عيونهم بإشارة من جبرائيل وكلهم وقع في قلوبهم رعب هائل وصرحوا بأن هؤلاء مو بشر عرفوا لأن هؤلاء مو بشر لأنه بإشارة تحمى عيون الجماهير وتلتجم قلوبهم ويلقى الرعب في قلوبهم هذا شيء عجيب عرفوا بأن هؤلاء ملائكة وجاءوا للعذاب هل تابوا؟ لا حقيقة صوروا أن هذا الإنسان وهل أنهم كانوا
سبحانه يستحق العذاب، الله أراد أن يبتنهم مجيء الملائكة ويذهبهم إلى الصلاة، ولو تابوا في تلك الليلة ظهرت على العذاب. لكن بشر وإناث النار وللعار يعرضون نعمة الله ثم ينكرونها. وبقوا هؤلاء الشباب الثلاث الملائكة في بيت لوط إلى الصباح إلى الفجر، وقالوا للوط اخرج من البلد اخرج باستقبال زوجتك، لأن لوط كانت زوجة سيئة، وهذه الزوجة كانت معهم أنا الكفار كانت في كفر كانت. فرض الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما، مو خيانة زوجية وإنما خيانة دينية، لأن الخيانة الدينية أسوأ من الخيانة الزوجية. فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. زوجة لوط الزوجة نبيا والزوجة مكافرة، والزوجة ضد الزوج. من الممكن أن الإنسان يصبح طيبا وزوجته غير طيبة، والله يمثل العكس أيضا. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. آسيا زوجة فرعون، فرعون يدعى الربوبية وكلكم تعلمون، ويقتل الأبرياء للهدوء وعشرات الهدوء، لكن هذه امرأة صالحة الله سبحانه وتعالى جعلها مثلا. وضرب الله للذين آمنوا، يعني أيتها المرأة إذا كنت صالحة ومن بعد النزال والفرض زوجك إنسان منحرف، انحراف الزوج لا يصل إلى المرأة. وأيتها الزوجة إذا كنت والعياذ بالله منحرفة وزوجك صالح فصلاح الزوج لا يشملك. كل امرئ بما كسب رهين، إن عمل صالحا فصالحا وإن عمل قالحا فقالحا. هذه موجب القصة. ثم نأتي إلى كلمة إنهم أناس يتطهرون. الطهارة على أقسام، طهارة العقيدة عن الخرافة، طهارة الأخلاق عن السوء، طهارة العين، طهارة الأذن، طهارة اللسان، طهارة الجسد بالماء، وطهارة قضايا الجنس، لأن هذه الآية المباركة في طهارة قضايا الجنس. كما تعلمون إنهم أناس يتطهرون، يعني لوط وعائلته بناته وأولاده، هذه العائلة طاهرون جنسيا. يجب الاهتمام بهذا الموضوع اهتماما كبيرا، وإن شاء الله في ليلة الواحدة والعشرين نتكلم حول الإمام مفصلا بإذن الله تعالى. وفي يوم الواحد والعشرين في المسجد أيضا لنا بعد الصلاة كلمة حول الإمام كما هي العادة. لكن كلامي في هذه الكلمة لما قال رسول الله يا شباب اسمعوا، هذا خطاب للشباب وخطاب للفتيات الجالسات في الحسينية، وإلى الرجال الكبار الحمد لله هؤلاء يعلمون هذه الأشياء وهم الذين ربونا ودرسونا. لما قال رسول الله للإمام أمير المؤمنين يا علي تضرب السيف على رأسك،
نفسك في ليلة التاسعة عشر من رمضان ماذا سأل عنه علي؟ علي قال يا رسول الله أو في سلامة من ديني؟ أي كلمة هذه عن علي؟ علي معصوم، علي إمام، علي خليفة رسول الله، لكن يريد التعليم المدن الطهارة المدن الدين. جماعة من العلماء ذكروا أن في ليالي الإحياء من الأفضل أن تشتغل بالعلم والدين، يعني أفضل تشتغل في ليالي الإحياء بالعلم وبالدين من الصلاة ومن الإحياء ومن الغسل ومن الدعاء ومن القرآن ومن الذكر، لأن كل هذه للدين. وتعلمون عن عباس لما قطعه يمينه عليه الصلاة والسلام قال والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني. وهذا هو الشيء الذي نحتاجه في الحياة ونحتاجه في القبر ونحتاجه في الآخرة. كل مكان هذا هو، هذه هي العلة الرائجة في كل مكان. الطهارة الجنسية، لنبدأ ببعض المواضيع المرتبطة بالطهارة الجنسية بمناسبة أنهم أناس يتطهرون. أول شيء يجب على الولد الاختتام، ختم طهور، وهذا شيء كان من شريعة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، واليهود إلى اليوم يلتزمون بالاختتام، أما المسيحيون لا يختتمون، والمسلمون يختتمون أيضا اختتام. الاختتام واجب شرعا، لأن كثير سألوا مني هذه المسألة، حتى أن غير المختتم الفقهاء يقولون بالإجماع أربعة أشياء لا يحصلها. الشيء الأول لا يصلى خلفه، إمام جماعة غير مختتم، الصلاة خلفه لا تجوز حتى إذا عادل وحتى إذا تقي وحتى إذا عالم، لا يجوز. الشيء الأول. الشيء الثاني لا تقبل شهادته شرعا. غير المختتم جاء إلى محضر الحاكم الشرعي في قصة نكاح أو طلاق أو إجارة أو رهن قال إني أشهد، يقول لا تقبل شهادته. الشيء الثالث أنه حجه باطل. غير المختتم إذا ذهب إلى الحج وطاف طواف النساء وطواف الزيارة وطواف العمرة حج صدقه، يجب عليه أن يعتدل ويحج من جديد. الشيء الرابع لا يصح تقليده إذا صار مجتهد ومرجع ولم يختتم فرضاً. تنظر إلى الكويت، والكويت بلد إسلامي ملتزم بالقوانين الإسلامية، وحقيقة حضر الله آباءكم ورحم الله آباءكم الميتين، شلون آباء طيبين كانوا؟ ملتزمين بأحكام الإسلام الحقيقة، في آدابه، في مستحباته، في مكروهاته، في كل شيء حقيقي. ويجب الشباب نفس المسير يسيرون إذا أرادوا عزة الدنيا وسعادة الآخرة. إذا فرضا صار إنسانا مجتهدا وهو لا يعلم هذه المسألة ولم يختتم وتماهل وتكاسل وذلك مجتهد لكن تقليده باطل، ليس دولته. هذه أربعة أحكام إسلامية مرتبة على قصة الختان لأنه لا يتطهرون. قلنا نتكلم في بعض الأمور المربوطة بالجنس والجنسين بمناسبة هذه الآية. في الحقيقة من عجيب الأمر أن الختان اكتشف فوائدها، فوائد عجيبة. أنا في المرة كنت أقرأ في العراق في كتاب مال جامعة الطب، وما أدري ما جامعة الطب مو موجود في هسه ولا عنه بعض الكتب وتحت جامعة الطب. على كل حال في بعض الكتب الطبية أنا قرأت أن هذا الشيء الغلفة،
عدم قطعها يسبب 125 من سرطان الآلة الذكورية هذا الشيء الغلبة. عجيب؟ أي واسم؟ سألت فرق قليل من أفضل في جامزة الله لا أفضل هو أي درس؟ لكن الوقت مقليل لما غير وقته أي مناسبة؟ بين الاحتفال وبين السرطان لو كل المناسبة وشو المناسبة؟ قال المناسبة أن هذه الغلفة كتبتها الرقاق من الشحن يجتمع تحت تحت هذه الغلفة وبين يصير تنظيف وبين يصير تنظيف العين يصير تنظيف خشم يصير تنظيف الحريق يصير تنظيف أما تحت الغلفة يصير تنظيف فيها بقى أولاد صغار شوفوا أولاد صغار هذا ليس تنظيف يقول هذه الوصاية تضبط هذا الشيء أيام قرأ إبراهيم قبل 5000 سنة وجاء العلم بعد 5000 سنة بجمع لأن هذا من شريعة إبراهيم حتى أكو في الحديث أنهم اسمعوا يا شباب أكو في الحديث أنه لم يكن متعارفا في بلاد بابل الذي كان يدخلها إبراهيم الحكمة ما قد حتى مو متعارف لأن هو أول إنسان ونبي شرع فأخذ إبراهيم قدوما قدوم بالرجل يعني باص وحضر نفسه بالقدوم من شريعة إبراهيم أية فائدة كشف عنها الله 5000 سنة والعلم جاء بعد 5000 سنة وكشف الفائدة الفائدة الثانية وأنا قرأتها في الكويت في مجلة الحوادث اللبنانية قبل سنة تقريبا مجلة الحوادث يقول في الحقيقة عجيب هو ليس من اختتام هو يقول اكتشف في الغرب أن الرجال غير المختونين إذا اقتربوا بنسائهم تلك كمية من سرطان رحم المرأة سببها على الرجل غير المختون لأنه مع الإفرازات المنوية تفرز أيضا ميكروبات السرطان في الرحم فتبتلى المرأة المسكينة بسرطان الرحم من جراء هذا الزوج غير المختتم هذا ما ذكرته مجلة العرب قبل سنة ولعل العدد موجود عندي أية فاقدة ثم نأتي إلى شيء ولعل بعضكم تستغربون وأقول سلفا يا شباب ويا إخوان في الجرائد والمجلات هذه الأيام وبالإذاعات الخارجية والداخلية تسمعون وتنظرون قضايا يجب علينا أن نبين الوجهة الإسلامية لكن مع كل حشمة وبنفاق نبين الأشياء لا حياء في الدين ولا حياء في العلم لأنك إذا ما سألت مسائلك أنت ارتقمت في مشاكل ولا تعرف الخصوصيات وكذلك العلم إلى الدكتور والدكتور لم يعرفوا قضايا الولادة وغيرها هل بإمكانهم أن يكونوا دكاترة الولادة ودكاترة الأمراض النسائية والرجالية وما أشبه أعلم أن هذا التعريف صغير بما جعل مبحثي في الحقيقة من الضروري على هذول الجالسين هنا كلهم ونحن صنعنا على شيء في كربلاء لعل سيد يدري ولعل الكربلائيين يدرون وكلهم يدرون على الشيء الواقع أن المرأة قل هذه مسألة استثنائية نقولها بين قوسين مو مربوط بالمرحلة إذا اضطرت إلى المعالجة عند الرجل جهل شرعا لا شك على شكل كل مرة وإذا المرأة اضطرت للولادة عند الدكتور جهل شرعا اضطرار لأن أكو قاعدة إسلامية ما من شيء حرمه الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه هل هذا صحيح؟ صحيح الكل لكن أليس من الواجب علينا نحن الرجال وحتى نحن النساء الجالسات في الحسينية أن نفكر أن المرأة التي تراجع الطبيب هذه أي شيء يقع بها لأن المرأة عديدة طبيعتها
Kuhunun kadayel velâbâ ve kadayel keşfe mâ aşbâ. Hâlâ hem ne'lemûne annel zarûretu hattimu aleyne tefkîr fî tahsîri nisâin diktorât, müvellidât, sisterât, hûnne yubâşirne umûren nisâ. Hâlâ hâlâ mâkûl, tikâbâ ve mutmâkına da şey var. الخطباء والعلماء الموجودين هنا أقراء المسؤولين وحتى أن أذكر راح وجابوا من الدكتور من بغداد على نفقتهم قالوا أنت تكونين في كربلاء قلنا أنه في حالة الاضطراب جائز من كل جائز كل الفقهاء يقولون لكن تعلمون أن المرأة في حالة الولادة أي خجل تخجل من الدكتور الرجل الأجنبي أن يرى من رأسها إلى رجلها؟ في السودان، في ليبيا، في الجزائر، في البلاد الإسلامية الإفريقية هذا شيء موجود. الحمد لله. وما أدري لماذا عندنا في العراق مو موجود في الحقيقة، وكنا نتساءل لماذا هذه السنة الطبية وجدت؟ لا أعلم. جاءت امرأة في الحقيقة أنا أدعو الشباب الذي يعرف الفارسي يقرأ كتاب حلية المتقين للمجلس والذي يعرف اللغة العربية يقرأ كتاب مرآة الجمال للعلامة المغاراني أحد علماء الكبار قبل 50 سنة والمجلس أحد علماء الكبار قبل 300 سنة رحمه الله وجزاه الله خيرا جمعوا الآداب الإسلامية طبية اجتماعية اقتصادية وكل هذه الألوان في هذه الكتابين. جاء امرأة إلى رسول الله في المدينة صلى الله عليه وسلم اسمها أم حديد في أسماء جديدة. الرسول قال لها يا أم حبيب وهل أنت على عملك السابق؟ قالت يا رسول الله نعم إني على عملي السابق لكنك لو نهيتني عنه انتهيت. شو عملك؟ عملها حتام النساء حتى المرأة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها لا يا أم حديث لا أنهاك عن ذلك وإنما أريد إرشادك. الرسول كان من شأنه تفكر صغير المسلمين وكبيرهم عملهم ومعاشهم رجلهم وامرأتهم ولذا كل إنسان يراجع الرسول يسأل عن أحواله كاملا ويرشده إرشاد. قالت لا يا رسول الله إني على عملي لأن هي مسلمة جديدة لا يا رسول الله إني على عملي ولو أردتني أن أتركه تركته. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يا أم حبيب وإنما أردت إرشادك. قالت لماذا ترشدني يا رسول الله؟ قالت أرشدك بشيء وهو كيف تحتتن المرأة. فالكيفية الرسول بيّن لها في الحقيقة لا يحتضر المجلس أن أبين هذا الشيء وأحيلكم لها كتابين كما ذكرت. بعد ذلك قال الرسول لها شيئا اكتشفه العلم بعد آن وبعد السنة. حقيقة عجيب كله نور. لكن مع رسل المسلمين ابتعدوا قليلا وجاء الغربيون يكتشفون كنوزنا وهي كنوز لنا. الرسول قال لها يا أم حبيب إذا عملت الاحتفال للمرأة تصنعي كذا فإنه أجمل للوجه ويسبب عزة المرأة عند الرجل. العلم جاء وقال كما قال الرسول. يبين الرسول على أن الاختتان فيه هاتان الفائدتان جمال الوجه في المرأة وأن تكون أعز عند الرسول غير هذا المرأة. وجاءت أخت لها تسمى أم عطية وهي كانت مشاطة تقية الحديث.
الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها ومعها يكيا ومعطيا مسلم جديدا والرسول جاء جديدا الى المدينه المنوره ومعها يكيا ومعطيا قال يا رسول الله اني ومشرق النساء قال لا لا مشرق النساء تمشي تزوير حلاوه السيدات قال لكن لا تصنعي شيئين بعد أن فرض عمل سيضع هذين الشيئين وأقول هذين الشيئين مع هذا لا يحتاج إلى العشق والغلاء قال أولا لا تبذلك المنديل على وجه الفتاة والمرأة لك لك المنديل رسول متصل بالوحي جل رسول الله ما أعرف الثاني لا توصلي شعر امرأة بشعر امرأة ما رأى رسول الله خلاص العلم جاء وقال كلاهما فيهما أكبر حكمة لكن العلم ما قال لأن رسول الله قال لأن الغربيين يدرون من الرسول قال هذا الشيء وإنما ذكروا في قائلة أمورهم بمناسبة أما المناسبة الأولى ولعلكم قارين بعضكم وبعضكم على جسم الإنسان أكو طبقة شرعية قارين بالمدرسة الإسلامية طبقة شرعية الطبق الشرعي إذا دلكته بالمنديل تذهب وإذا ذهبت تعرض الوجه لحب الشباب وتعرض الوجه للنطور والارتفاع والانخفاض وتسبب سرعة الميكروب إلى الوجه ولذا حتى الوضوء مكروه شرعا يعني إذا توضأت تمسح وجهك بالمنديل هذا مكروه شرعا وجرب هذا الشيء هذا تجربته بيدك جرب هذا الشيء بعد اسبوع توضأ ولا تمسح وجهك بالمنديل واسبوع توضأ وامسح وجهك بالمنديل وانظر في المرآة شوف الفرق بين الوجهين الوجه المو ممسوح اجمل واحسن واكبر ما انظرونه اما اذا مسحت بعد الاسبوع شوف لا فيها نتوءات ظاهرة او فيها بعض الحبات الصغار بما يسمى بعض الشباب او ما اشبه واما الموضوع الثاني الذي قال الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول قال لها لا توصلي شعر انسانة بشعر انسانة العلم جاء واكتشف عن الشعر يبتلى بمرض التشقق فإذا هذا الشعر وصل إلى شعر إنسان آخر ذاك الإنسان يبتلى شعره بالتشقق شايفين تشقق؟ يسألونها في البعض هاي بعض الضوء من المرض يقع الراس والفك وضع الراس يصير الشعر متشقق متشقق أو متساقط ولذا من المكروه ثلاثة أشياء ثلاثة ليس لها اشتراك النشط والمنديل والسواق سببه أن المشي نقل المكروه من رأسي إلى رأسي من لحيتي إلى لحيتي وأنه المنديل ينقل المرض منه إليه مكروه والسواق ينقل الأمراض من فمه إلى فمه الإسلام منع عن كل هذا في وقت ما تنطق وما كان يعرفون العدوى هذا مكروه إن شاء الله هذا شيء والله في غزة يتطهرون الختان والختانة الشيء الثاني ومجبور أن نقول هذه الأشياء قلنا أولا أبين لكم مقدمة ولعل بعضكم قارين بعضكم مو قارين هذا يتطورونه بالفلسفة العالية عندنا القواعد الكلية يقولون بالعالم منحدرة في أربعة القواعد الاعتمادية كليات القواعد المنطقية كليات القواعد الرياضية كليات القواعد الكونية كليات غير المكلة فإذا أردنا أن نبين شيئا ما أقصد على سبيل القاعدة الكلية أبين على سبيل المقتضي بالمية عشرة بالمية خمسة بالمية عشرين لا يأخذ إنسانا يريد أبين قاعدة كلية القواعد الاعتقادية كلية الله واحد وكل دائما واحد الله قادر الله عادل المعاد كذا الرسل كذا هذه القواعد كلية لا تقبل تتحققا أبدا الأول الثاني القواعد المنطقية كلية كل كل هو أكبر من الجزء مستحيل يأتي
للعالم وقت ينتهي هذا الامر الى ضده التناقض محال اجتماع ضدين محال ارتفاع النقيضين محال هذا الثاني الثاني في القواعد الرياضيه هذا عندي هذا 16 خمسه في خمسه 25 قاعده الجمع والضرب والطرح والتقسيم والجذب وقاعده الخطأين وصار القواعد الرياضيه فلم يكن رياضيا يعني ما يصير فرد واحد وفرد واحد ياتي في العالم اربعه في اربعه يصير 15 او سبعه في سبعه يصير 50 من 12 هذا الثالث قواعد رياضية قواعد كونية هي قواعد كلية النور يسير في كل ثانية 300,000 كيلومتر الله يعني مو أنه يعني من الوقت النور يسير كل ثانية 40,000 كيلومتر هو 40,000 كيلومتر القواعد الفيزيائية أو القواعد الكونية هي العامة أما طائر القواعد مو عامة إذا قلنا مثلا أن من دفعته الشمس يمرض هذا مو قاعدة كلية طائر النظر يمرض ولعب الشمس أو إذا قلنا أن كذا يسبب كذا هذا مو قاعدة كلية إذا ذكرنا هذه المقدمة وهذا يسبب الدفع الداخل يعني الشيء الذي أنا أريد أن أقوله هو مو قاعدة كلية حتى أن الإنسان يتصور أنه قاعدة كلية لا قاعدة اضطراحية ذكرها الأطباء كان كلامنا في أناس يتطهرون الاستمناء العادة السرية الأطباء يقولون يسدد ضعف الأعصاب شو دعوتك؟ كان حراما أو حلالا الاستمناء هو الحرام في الشريعة الإسلامية حرام مغلق وعليه تعزير يعني فو ثم انه يسبب مرض بعض الاعصاب واحيانا الان تريد ان تعقد لا يمكن صار عمرك 40 سنه 50 سنه لكن الوقت ياخذه انا جبت الواحد في العراق رجع قديم على مرض الطبيب قال له هذا مرض مو مال الان مال شبابك مو من هذا النوع كان من نوع اخر لو هذا مرضك مو مال الان مال شبابك وهذا المرض يبقى معك الى اخر حياتك وهذا حقك المرض بقي معه الى الان وهو الان موجود مو في الكويت موجود في بلد اخر موجود عمر 80 سنه المرض معه مدل على انه الان انسان عمل لذه عابره باستمناء او ما اشبه ابنا او بنتا هذا يسبب ضعف أعصابه والأطباء يقولون إذا أفرط في هذا الشيء يسبب له نوعا من الخلل وإذا سمعتم أو جربتم لاحظوا أن بعد الاستمناء تعرض الرعشة جسم الشباب وحتى الفتيات تعرض الرعشة لكن رعشة خفيفة ما تهتم مرة أربعة خمسة عشرة عشرين صار الرعشة دائما معه ما يبقى أنا شايف أشبه الشباب يقول ما أتمكن أكل لماذا؟ الله لا يحرم شيء إلا بعلم وبمصلحة لماذا نحن نسلك غير الطريق؟ طهارة إنهم أناس يتطهرون هذا شيء الشيء الثاني الشذوذ الجنسي هذا من أخطر ما يكون على صحة الفاعل طبيا وراجع الطب. أما بالنسبة إلى الفاعل هذا يوجد له العمى. راجع الطب ورسموه. وقل فقاعد كلية حتى تقولوا إن فلانا كان والعياذ بالله ثم لم يختلف. قلنا القواعد الطبية، القواعد الاجتماعية، القواعد السياسية، هذه مو قواعد كلية. ولا نقول أن كل أعمال الدنيا على السبب، لا من أسباب. لماذا الإنسان يصنع شيئاً يؤدي أخيره إلى هذا الشيء؟ وفي الحقيقة أنا رأيت هذا الشيء في كربلاء مرنا إنسان في كباره ابتلي بالعمى لقضايا في صغره وذهب إلى الطبيب والطبيب يقول له خلاص
في الصيف أو مثلا في العربي يقول في الصيف وجعت اللبن. وفي الآية الكريمة الله تعالى يقول ارجعوا إلى ورائكم فالتمسوا نورا. يقول هذا هاي شباب كان شايفين الشاب اللي يسوي عمل بطالة وبيته بالمدرسة وصار عمره 40 30 سنة بعد ما انتهى فتحوا القطار على القطار. وأما بالنسبة إلى المفعول والعياذ بالله يورث له شيئان كما يقال الطب السرطان والبواسير. هل حسن أن الإنسان يسلك سلوكا شاذا يبتلى في وقت ما بشيء؟ مثلا وإن الله تعالى لا أقرباء الصلاة ولا أحضر الخمر. في الأحاديث أتوا أن أي شيء أمر به الله لمصلحة الإنسان نفسه الله خليه كل ما نعلم. الله من صفاته الله بصفات وجوده لله سبحانه وتعالى عادمه يا العرب الفارسية كنا نقراه بالشيخ في كتابات الكتابين عادمه قادر حيست مريد مدرك أم قديم أزلي متكلم صادر نمركب ودجيس نمرئي نمعن بشريكة معاني تو غنيم خادر غنيم الله غني. الله غني عن صلاتي وصومي وطاعتي ومعصيتي ولا يهمه ان عصيته او اطعته مو مهم. والكون فسيح ما ادري يشرب يهرب من قري هذا الشيء. هاي الشمس المغربيه هاي الشمس اللي تشوفوها اكو شموس في العالم تسمى كوادر في اللغه العاميه الغربيه. الكوادر العلماء يقولون نورها أكثر من نور شمسنا 10,000,000,000,000 مرة رأي أو خلصين 10,000,000,000,000 أو مليون كوادر. كوادر أكو مجموعة شمسية بالضباء. الكوادر نورها أكثر من شمسنا أكثر من 10,000,000,000,000,000 مرة. حتى يقولون إن شمسنا أمامها كمصباح مخفي الشمس. يعني أنه لنفرض جيبوا بالشمعة هنا شمعة وهنا كل ظلمة شمعة تعطينه بعدين شبوا هذا المصباح وهذا المصباح وهذا المصباح وهذا المصباح أصلاً شوف الطبيب يظل الأشخاص. أو بلد شمعة من هذه الشمعات اللي الآن تنير خليها تشع والنهار يطلع أطلوش خلص رحمة. شمسنا بالنسبة إلى كوادر وإسم تلك الشمسات كوادر بإصلاح الغربي العلمي بالنسبة إلى تلك الشمسات نور تلك الشمسات أكثر من نور شمسنا 10,000,000,000,000 مرة. الله مختار أبداً. في آية القرآن الله يقول إن يشاء يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين. يقول إبراهيم كم كان لكم من نحر ويجيب آخرين وهذا يتيم علينا. في آية أخرى الله تعالى يقول ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. يقول أما على مليون أنا أخلقكم إلا واحدة إنسان أي لو عدت ما بعد إنسان. الله لي يحتاج الله غني نحن المحتاجين. فإذا أطعنا الله تعالى حياتنا هادئة جميلة هادئة وآخرتنا آخرة سعيدة وآخرة. وإذا ما عملنا اليوم أنا في المستشفى المغتسل طبعا يقعد في الشاب كان ميت وصلينا عليه شاب سيارة مستعجلة واحدة سيارته مستعجلة وسيارة الصديق مال مستعجلة وإذا متحط راسه كل شيء شهر 15 عمره الله يرحمه وصلينا عليه وأصدقائهم. الحكومة تقول قانون المرور هنا اصلح هنا لا تصلح هنا اسرع هنا لا تسرع ما في قانون المرور. فتقولي حكومة مع الحكومة انسان مختار ايضا مرد الله انت اسرع ترى والعياذ بالله اصابك شيء خلاص. انا بنيت على هذا الشيء
الشاب وبعدين اطلع عليه. بعدين هو المغسل يقول نسأل الله سبحانه وتعالى سيد سلام يقول على أنا وبعد الشاب وبعد واحد آخر كان طبعا حتى مو معلوم لا عينه لا أذنه لا أنفه لا لسانه لا رأسه مو معلوم. عمي لا نسمع كلام الله ولا نقول عن هذا الشيء لا حد. الإمام أمير المؤمنين يقول إنه هو الله الجد لا الواحد والصدق لا الكذب. فالواجب علينا أن نتفكر ونأكل في المسجد. المجلس موجود إن شاء الله كلهم على خير وصلاح وعلى صلاة وصيام وعبادة وطاعة وجزاكم الله خيرا. لكن يجب علينا أن نعرف هذه الأشياء لأن إذا رأينا شيئا ننصح. فالواجب علينا اجتناب العادة السرية واجتناب الشذوذ الجنسي بكل حالة. والواجب علينا اجتناب والعياذ بالله الزنا. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ساء سبيلا هو معناه يسبب أمراض زهرية فاحشة ويتعدى هذه الأمراض وأخيرا مشاكل. فالواحد شاب من أصدقائنا حفظه الله كان رايح لآخر البلد وأنهم سووا مطعم ما مسوي شيء عن هذا المشروع عن شاب طيب. لكن المتعة أيضا لها ميزان لها حدود لها قوانين مراقبة. كان مسوي هذا الشيء وقلت أنه مشروع عمله بعد ذلك كأنه ابتلي بمرض وما أشبه وكذا رايح من القديم. القديم قال على انه في غضون ثلاث سنوات تقاط ان شاء الله تعالى ثلاث سنوات من الدواء وضر وكذا. لكن بعد ذلك ما يصير نفسك الى الابد. هذه اشياء يجب علينا ان نقولها ويجب علينا ان نطبقها لان الطهاره اتقى النظر عن الاخره في الدنيا. الطهارة سبيل الناجحين والصحيحين والمعتدلين والمستقيمين. ويكون الإنسان في الدنيا في أمن وراحة ورخاء. ونسأل الله التوفيق لما يحبه ويرضاه.